طيب كالعادة وزي ما حضراتكم دايما متعودين معانا بنتكلم مع كريم سعيد وأحمد ثابت عن الإحصائيات والأرقام الخاصة. النهاردة بقى مش هنتكلم على نقطة ضعف بايرن ميونخ ولا هنتكلم على نقطة ضعف بالميرس ولا هنتكلم عن نقاط القوة للدحيل، ولكن هنتكلم بقى عن البطولة بشكل عام وإيه البطولة والبطولة دي ضعيفة ولا قوية، ولا هنتكلم عن الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذه البطولة مع زملائنا اللي كانوا متواجدين معنا خلال الأسبوعين اللي فاتوا الحقيقة وعملوا شغل رائع هم وفريق اللي شغال معاهم بالكامل، الأستاذ كريم سعيد. النهاردة الأستاذ كريم سعيد أهو عشان ازيك يا كريم. ازيك يا إسلام، مساء الخير، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. واعتقد مش هنتكلم عن نقاط ضعف بايرن ولا بالميرس، نخلص احنا حقك على فكره، احنا خدنا اللي احنا عايزينه، احنا خدنا اللي احنا عايزينه، يعني خدنا اللي احنا عايزينه من البطوله الحمد لله، وتوج النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه للمره الثانيه في تاريخه وشرف الكره المصريه كالعاده. وتاني بعيد الجمله دي دايما ان احنا النادي الاهلي حقق اول فوز رسمي لفريق كره مصري على فريق برازيلي، دي هتتكتب في التاريخ اعتقد واحد من ابرز الارقام اللي احنا حققناها في البطوله دي، وشيء مميز طبعا للكره المصريه ان النهارده زي ما حضرتك بتتكلم على صفحه بايرن ميونخ تصريحات المتبادله جايه ما بين الشناوي عايزين نجيب لهم اتنين ليمون برضه عشان يستحق الشناوي صراحه. برحب بيك طبعا يا احمد، وطبعا مجهود رائع خلال الفتره اللي فاتت. أنا في البدايه طبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني، بالتاكيد كل تعب وسواء المنظومه بالكامل بتاعه النادي الاهلي في كل حاجه، سواء مجلس الاداره سواء اللعيبه سواء الجهاز الفني سواء اللعيبه حتى الناس هنا في القناه بالكامل، يعني تحيه كبيره. الواحد فخور فعلا بالنادي الاهلي ودايما كده النادي الاهلي في انتصارات ان شاء الله، والف مبروك البرونزيه، وان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه نرجع تاني باذن الله. يعني طيب هنتكلم بقى بذهبيه او فضيه كمان يا مسهل يا رب ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن او تقريرنا النهارده هيكون عن الرقم 3، مفارقه غريبه جدا او مفارقه غريبه جدا بالنسبه للرقم 3 مع مين؟ مع بيتسو موسيماني. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير الرائع عن بيتسو موسيماني ومفارقه غريبه جدا عن رقم 3، ونرجع بعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن حصاد اسبوعين بالتمام والكمال من خلال مونديال الانديه وايه اللي حصل بالاحصائيات وبالارقام. نطلع نشوف مفارقه موسيماني مع رقم 3 في بطوله العالم للانديه وفاصل، وبعد الفاصل نرجع نتكلم عن الاحصائيات والارقام الخاصه بمونديال الانديه. بالإحصائيات وبالأرقام دايما زي ما متعودين مع حضراتكم ومع كريم سعيد وأحمد ثابت هيقولونا عن أهم الأرقام اللي تخص النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية. خليني أبدأ معاك يا كريم. نعم. وتقول لنا قائمة الأكثر للاعبي النادي الأهلي. طبعا لعيب النادي الاهلي اعتقد احنا اكتسبنا شكل جديد ليهم بعد المونديال ده، خصوصا في جزئيه الخبره يا كابتن اسلام. نعم. جزء الخبره والتعامل في المناسبات اللي بالشكل ده والمواجهات بالشكل العالمي ده اعتقد هينعكس على اداء النادي الاهلي ان شاء الله في المنافسات القاريه واكيد المنافسات المحليه. خبره كبيره، كسبنا لعيبه كتيره في البطوله دي، والارقام طبعا هناخدها من جزء رقمي. يعني مثلا خليني اقول لك محمد هاني مثلا التاكلينجز من 18 خد 8 صحيح، ده رقم مميز جدا. حمدي فتحي في الالتحامات الهوائيه من 13 خد 10، رقم مميز جدا. والالتحامات الدفاعيه برضو حمدي فتحي من 34 خد 20، برضو رقم مميز. بدر بنون وايمن اشرف الاكثر استخلاصا للكرات، وبدر بنون الاكثر في قطع التمريرات 21 مره، محمد هاني الاكثر في العرضيات. طبعا احنا ما لعبناش عرضيات كتيره لان الاهلي عارف مع موسيماني بيلعب كره استحواذ اكتر، عمل من 4 عرضيات 2 منهم صح. وعمرو السوليه الاكثر في محاولات 4 محاولات على المرمى، واحده بس كانت ما بين التلات خشبات وكانت جميله اللي هي كانت في مباراه بالميرس الاخيره اللي عملها دبل كيك. اعتقد الهدف ده كان جه كان هيبقى هدف علني، اتمنى يبقى الناس شافوا الهجمه بدات ازاي وانتهت عند عمرو السوليه واحنا عملنا الهجمه دي قدام فريق برازيلي. فطبعا ده بيورينا قد ايه الجهاز الفني متمكن في عمليه التحضير في نص الملعب. وبعد كده حسين الشحات الاكثر في المراوغات في النادي الاهلي في 3 مباريات من 10 مراوغات حاول يعملهم، نجح في 5 بنسبه 50%، رقم مميز. محمد الشناوي في التصديات 17 كوره اتشطت عليه، تصدر 15 ما بين كرات عرضيه وما بين تسديدات، رقم مميز طبعا.
رقم مميز جدا جدا جدا. ومحمد الشناوي الاكثر في خروج بشباك نظيفه من 3 مباريات، خرج بمباراتين كلين شيت، برضو رقم مميز جدا لمحمد الشناوي، واحد من نجوم النادي الاهلي في البطوله. احمد، بالنسبه لي طبعا لازم نقول كده ان شخصيه البطل بتاعت حضراتكم سنة 2006 انتوا اكتسبتوها ازاي؟ شخصية بطل النادي الاهلي طبعا بس الجيل شخصية الجيل ده اكتسبتوها ازاي؟ لما كسبتوا صفاقس في الجون بتاع ابو تريكا في الاخر، وبعدين رحتوا خدتوا البرونزية بتاع كاس العالم، ده فرق معاكوا كتير جدا طبعا. بقيتوا بتلاعب الفرق خلاص بشخصية، شخصية قوية جدا، بشخصية شخصية جيل فعلا، بقت الفرق خلاص كلها بتلعب ان انتوا خدتوا بطولات بعد كده كتير، دايما مزبوط. البطولة بتجيب بطولة، وقبلها برضو بس يعني البرونزيه والدوري ابطال افريقيا فرقت معاكم كتير جدا طبعا. ده ان شاء الله هيحصل مع الجيل ده، لازم نستغل ونقف ونعمل وقفه ان شاء الله نعتمد على البرونزيه اللي خدناها والدوري والكاس ودوري ابطال افريقيا اللي خدناهم، وان شاء الله ناخد السوبر الافريقي والسوبر المصري. لما كنت بسال امبارح كان معايا كابتن عمرو الحديدي، الحقيقه لما كنت بساله امبارح عن هل من الممكن ان الاجهاد يصيب لاعبي النادي الاهلي يوم الثلاث، قال لي لا، قال لي الفكره اللي انت بتتكلم فيها دي ان الدفعه اللي واخدينها او اللي هياخدوها بسبب الحصول على المركز الثالث والبرونزيه، اعتقد دي اكبر استشفاء بالنسبه لهم طبعا. كلام برضو اعتقد ان هو كلام منطقي. اقول لحضرتك كمان كانت فرقت في المباراه الثالث والرابع، ما انت كان غايب عندك علي معلول، حسين الشحات، كهربا، وليد سليمان، وما حسيناش بفارق. الاهلي ما بيقفش على حد، الاهلي منظومه كامله طبعا، كل اللعيبه الاساسي زي الاحتياطي بالظبط. فده ده الجميل في النادي الاهلي. ممكن يكون في بعض مثلا نقص في بعض التدعيمات او كده، بس ما فيش مشكله، او بعض المراكز يعني اللي محتاجه تدعيمات، ده طبيعي في اي فرقه في العالم. يعني ريال مدريد، برشلونه بيبقى محتاج تدعيمات. لا دايما انا بقول عشان تقوي فرقتك صح، لكن انا بقول دايما ان الفرق الكبيره دايما عندها محتاجه تدعيمات. دايما صح، في اي وقت محتاجة تدعيمات، محتاجة تدعيمات كل سنة، عشان تكون أقوى وأشرس وفي الصيف وبتاع، لأن دايما الفرق الكبيرة نظرتها مختلفة عن بقية الفرق، لأن الفرق الكبيرة دايما نظرتها على البطولة فقط طبعا، مش أي حاجة تانية. بس الجيل الموجود الحالي جيل بصراحة، يعني الأرقام أهي طبعا، دول مش معنى الأرقام إن دول مميزين إن التانيين ما يقدموش، لا، كل اللعيبة بصراحة كانت رجالة، والجهاز الفني بصراحة كلهم كانوا بصراحة على ما يرام. يعني أول حاجة محمد هاني هو الاكثر في التاكلنج الصحيح، هنبص الارقام دي بتبين لك المميز في ايه في اللعيبه. يعني محمد هاني التاكلنج الصحيح بتاعه عامل 18 منهم 8 صح، عامل العرضيات 2 من 4 تمام. فدي ارقام قدامنا، مثلا ارقام محمد هاني على الشاشه اهي بنستعرضها. هو لعب 3 مشاركات ب 287 دقيقه، صنع فرصه واحده. الدور الهجومي بتاع محمد هاني في البطوله كان هو دور دفاعي اكتر، ليه؟ لانه كان بيلعب عليه لعيبه كبيره، يعني الثلاث ماتشات اكتر واحد محظوظ في الثلاث ماتشات. بص بقى في ارقامه في استخلاص الكوره 17 مره، قطع التمريرات 16 مره، التاكلنج الصحيح اكتر واحد. التاكلنج ده بيبين التوقع، ان هو بيعتمد على التوقع وبيبين الرجوله في الملعب. التاكلنج الصحيح 8 من 18، الالتحام الهوائي 6 من 9، المراوغات 1 من 3. بص على الرقم بتاع الالتحامات الدفاعيه ده، يا سلام، 19 من 35، 19 التحام دفاعي لمحمد هاني. العرضيات 2 من 4، الدور الدفاعي بتاعه يعني يعتبر عرضيه في الماتش الواحد. التمريرات البيانيه صنع فرصه واحده بس. التمريرات الصحيحه 128 تمريره صح من 156 بنسبه دقه 82%. فمحمد هاني بصراحه يعني نقدر نقول ان هو اهم مكاسب النادي الاهلي في البطوله دي من ناحيه اللاعبين. ده من ناحيه الارقام كابتن اسلام، لكن محمد هاني بقى في نقطه لازم نقف عندها كتير، وهي التصريح اللي قاله في ما يشبه الجزء النفسي ما قبل مباراه بايرن وما بعد مباراه بايرن ومباراه بالميراس طبعا. وهو حتى كان متابع ان بعض الناس قالوا له انت هتلعب على الفونسو ديفيدز وهتلعب على بايرن ميونخ وناس كتير هتروح عليك ولعيبه عالميه وانت هتتبهدل وما الى اخره. شوف العقليه بتاعت محمد هاني في رده، قال لك اوكي خلاص انا عرفت الوضع اللي انا فيه، لو انا فضلت رميت ودني وقعدت اسمع للكلام امشي اشتغل، انا مش هلعب، طب انا عايز ارد هقعد في البيت او انا عايز ارد، او انا عايز ارد على الكلام ده وابين ان انا بلعب، لازم اتدرب كويس. وده يبين لنا شخصيه محمد هاني. ربما يكون احمد جاب التطور لعند محمد هاني الفني داخل الملعب، ولكن الناس لازم تعرف ان التطور الفني بالنسبه للاعب بيجي في جزء منه نفسي والشخصيه بتاعت اللاعب. يعني محمد هاني شفناه جريء في مباراه بايرن ميونخ، كان اكثر جراءه في مباراه بالميرس بسبب الدفعه اللي خدها. وبالتالي اعتقد محمد هاني دايما هيفتكر بطوله مونديال قطر 2021 بان هي نقطه تحول لعلاقته
بالجمهور، وكمان ان هو فعلا بقى النهارده واحد من ركائز الفريق. وانا بقول اهو بصراحه، ربما في بعض الاوقات الناس كانت بتتكلم، كلنا كنا بنتكلم النادي الاهلي محتاج يدعم الجبهه اليمنى مع حد يساعد محمد هيك، وبعد كده جبنا احمد رضا بيكهام طبعا لعيب مميز جدا، ولكن النهارده بكل تاكيد محمد هاني لاعب يستطيع جمهور النادي الاهلي انه يثق فيه تماما في تحمل مسؤوليه مركز الباك اليمين. عظمه جمهور الاهلي في ايه؟ عظمه جمهور الاهلي في كده، في الكلام اللي انت بتقوله، ان انا لما بأؤدي بشكل جيد وبعمل بشكل جيد بيخلوني رئيس جمهوريه الباك اليمين. نعم صح، يعني صح هو ده صح. لانه في النهايه جمهور النادي الاهلي جمهور واعي. نعم. عارف كويس قوي ان هو محمد هاني يستطيع، ولكن دايما انا في موضوع الانتدابات انا نعم. دايما في الكلمه دي بقول ما عنديش مشكله، محمد هاني جامد جدا واحسن واحد في المكان ده وكل حاجه، لكن ما عنديش مشكله، مش انا ما اعرفش مين اللي يعني عندنا لجنه تخطيط هي اللي بتقرر مين اللي يجي ومين اللي ما يجيش، ولكن انا اقصد اقول ان دايما الانتدابات الانديه الكبيره للمره المليون بقولها محتاجه دايما انتدابات، محتاجه بدل اللاعب 2 و3 و4 وعلى الاقل رقم 2 و3 لازم يبقوا نفس مستوى او قريب من مستوى واحد. أكيد. فبالتالي الانتدابات دي لازم تبقى دايما موجوده، مش معنى ان انا اجيب راس حربه ان انا ما عنديش رؤوس حربه كويسين. نعم. مش معنى ان انا اجيب باك رايت ان انا ما عنديش باك رايت كويس، مش معنى ان انا اجيب باك ليفت ان انا ما عندي، لا لكن دايما لو لا قدر الله محمد هاني حصل له حاجه، لو لا قدر الله علي معلول، لو لا قدر الله بدر بنون، لو لا قدر الله اي ياسر ابراهيم، فلازم دايما يبقى عندك سعد سمير وعندك رامي ربيعه وعندك وليد سليمان وعندك بقيه اللاعبين اللي ما يقلوش مستوى عن اللي موجود. بس كابتن انت قلت نقطه مهمه جدا ومش عايز اسيبها، نقطه مهمه قوي ان جمهور النادي الاهلي عمره ما هيخادع لعيبته. بالظبط. يعني تقييم جمهور النادي الاهلي فعلا بيبقى تقييم قوي. وتقييم فعلا بيخلي مفيد للعيبه. عشان كده دايما ساعات معلش قبل ما نتكلم النقطه دي عشان كده احنا دايما لما بنيجي نتكلم هنا بنتكلم بمنتهى الصراحه. نعم صحيح. ليه؟ هو النادي الاهلي ان انا مش هعرف اضحك على جمهور النادي الاهلي. صح. خلي بالك. صح. مش هعرف اقول اصل احمد ثابت كويس وهم شايفينه وحش. لا ومش كده برضو. ساعات ربما النادي مثلا يواجه نتيجه سلبيه فهتشوف جمهور النادي الاهلي اول حاجه حتى لو في اخطاء تحكيميه هنتكلم عليها، لكن بعد ما بيخلص الكلام عليها هيبدا يمسك الفريق يقول لك لا اوكي احنا في خطا تحكيمي حصل ولكن كان عندنا اخطاء في كذا وكذا 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 ويا ريت المره الجايه ما نشوفهاش. طول ما انت بتشيل مفهوم الشماعه من المنظومه كل ما المنظومه بتمشي لقدام وبشكل سريع، ودايما بتسمع النقد من جوه البيت، يعني البيت نفسه بينتقد نفسه ما بيستناش النقد يجي من الخارج او حتى يتكسف. النقطه دي مهمه جدا جدا كابتن اسلام. بمعنى ايه؟ في منظومات ساعات بتتكسف ان هي تنتقد نفسها خوفا خالص. خوفا ان يبقى شكلها وحش قدام الجمهور المنافس. النادي الاهلي انا بنفسي انتقدت فريق النادي الاهلي بالكامل اللاعبين في وقت معين يعني سابق انتقدت اللاعبين لان هم اتغلبوا بشكل او باخر وما كانوش كويسين في هذه المباراه وبالتالي انتقدناهم على الهواء. صحيح. هذه هي كره القدم ودي عظمه النادي الاهلي وده عظمه النادي الاهلي وجمهوره. صحيح. لان الكلام اللي انت بتقوله ده كريم. صحيح. تصريحات محمد هاني واللي محمد هاني بيمثل مثل كبير جدا للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. نعم. ان جمهور الاهلي واعي جدا وعارف مين الكويس ومين الوحش ومين اللي بيضحك عليه ومين اللي ما بيضحكش عليه. اتفضل يا دكتور. بتكتسب طبعا العقليه مهمه جدا، الشخصيه كمان بتاعه اللعيبه. يعني محمد هاني واضح جدا التطور كمان في شخصيته، الشخصيه فرقت معاه كتير جدا، وطبعا التطور الرقمي اللي احنا اتكلمنا فيه والتطور الفني، وكمان هو دلوقتي بقى الظهير الايمن الاساسي للمنتخب مش النادي الاهلي بس، يعني في المباراه الاخيره هو بقى الظهير الايمن الاساسي بالشكل اللي هو ماشي بيه ده اعتقد ان هو هيبقى رقم واحد في المباراه الاخيره. صحيح. كمان ده قبل التالق ده كان هو الظهير الايمن الاساسي. تمام. النادي الاهلي كمان هو دايما من يصنع النجوم، يعني النادي الاهلي كان فيه كذا وكذا وكذا، دلوقتي محمد هاني هو اللي بيخلي النادي الاهلي هو اللي بيخليك الظهير الايمن لمنتخب مصر، يعني النادي الاهلي هو من يصنع النجوم. نيجي بعد كده للاعب الثاني برضو اللي معانا، هنروح لمحمد الشناوي. طبعا قائمه ارقامه يعني انا من وجهه نظري ان هو يعني انا مختاره في التشكيل المثالي طبعا احسن حارس في البطوله من وجهه نظري. هنتكلم يعني كتير عن التشكيل المثالي ده. اتفضل. انا ما شفتوش، هشوفه على الهوا. اتفضل. دخل مرمى هدفين، طبعا الهدفين كانوا في من البايرن. التصدي للتسديدات محمد الشناوي راحت عليه 17 تسديده في البطوله، اتصدى ل 15 من 17، يعني الهدفين بص بس بتوع البايرن هم اللي دخلوا والباقي اتصدى ليهم. اتصدى لركلات الترجيح 2، تصدي ناجح واحده منهم مسكها
الكره الاولانيه يمسكها يعني الجون ان هو يصد يمسك الكره دي في ضربه الجزاء دي تبقى صعبه صعبه جدا يعني. لا وبعد مسرحيه عملها ومن روني مسرحيه قعدنا نتفرج قعدنا كده واحد نام شويه لغايه لما شاط روني فضل رجع لورا وبعد كده راح رجع لورا وطلع لقدام وبعد رجع لورا تاني ايه يا عم كويس كويس طبعا الشباك النظيفه هو اول حارس في اول حارس عربي وافريقي يخرج بشباك نظيفه مباراتين في المونديال محمد الشناوي عشان كده انا مختاره التمريرات الصحيحه برده رغم ان احنا كنا بنلعب كل الفرق بتلعب ضغط علينا عالي منهم فريق زي البايرن فرق اقوى فريق في العالم بيخرج ب 75 تمريره صحيحه من 90 اوكي 75 تمريره صحيحه من 90 الشناوي الشناوي أوكي. بنسبه دقه 83% تطور على مستوى رد الفعل تطور على مستوى الخروج بالكوره ودقه التمريرات تطور على مستوى الشخصيه صراحه شخصيه محمد الشناوي كفايه ان هو ضحى بملايين الدنيا كلها وجات له عروض كتير عشان خاطر النادي الاهلي محمد الشناوي فعلا ربنا كافئه رب فعلا ما تحسبهاش فلوس بس مش كل حاجه الفلوس مش كل حاجه الطموح مش كل حاجه الطموح فعلا يعني محمد الشناوي شوف حسبها ازاي وفي الاخر ربنا كرمه يعني الوقفه بتاعه محمد الشناوي دي وان هو يعني يتحمل قياده الفرقه وياخد الميداليه ودي بكنوز الدنيا كلها طبعا هو ده الطموح الحقيقي لا ان انت تروح وتلعب في كاس العالم للانديه وتاخد ثالث العالم وكل حاجه انا بيتهيألي الواحد ممكن يضحي بشويه فلوس عشان يبقى طموحه ان هو يروح يلعب في كاس العالم للانديه تهيألي يعني طبعا اتفضل قبل بقى نروح لبدر بنقول ان كابتن اسلام بس عايز اعقب على ضربه الجزاء بتاعه ضربه الترجيح بتاعه روني ومحمد الشناوي عشان بس الناس تفهم ليه محمد الشناوي في الضربه دي فعلا كان عظيم بخلاف النقطه اللي قالها احمد سبات. ان هو الثبات الثبات روني العرض المسرحي اللي هو عمرو ده يا جماعه مش افتكاسه او مش حاجه مش مدرب عليه لا ده الراجل عمل وقفه رونالدو وعمل التريث بتاع بوجبا وعمل الجامب اللي احنا بنشوفه من برونو في مانشستر يونايتد بنشوفه من علي معلول كل الحاجات دي ايه الهدف منها الهدف منها ان يجبر حارس المرمى انه ياخد زاويه او يديله الايحاء هو يروح فين عشان هو يحطها في الزاويه العكسيه تخيلوا الكره ده مثلا ليتس سي ان هو حصل فيه من 5 ثواني ل 10 ثواني يا كابتن اسلام كل ده محمد الشناوي رجله مركز وثابت ما اتحركش وما ادالوش اي ايحاء ان اي زاويه هياخدها وبالتالي عمل حاجتين ثبت في المرمى وكمان التوقع بتاعه كان ذكي جدا 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 انه راح للزاويه اللي اختارها روني فهي دي عظمه محمد الشناوي اكيد طبعا التالق واكيد جزء منه يرجع ليان كونان مدرب حراس المرمى وكمان كانت اول ضربه جزاء اول ركله طبعا فدي طبعا بتبقى اصعب كمان تركيز طبعا خلي بالك برضو ده لو وديناه لجانب اخر نعم انا بشوف ان ده برضو مهم جدا في الدراسه بمعنى ايه الدراسه بمعنى ان انا كلاعب من المتوقع ان انا بلعب مباراه ثالث ورابع طبعا. من المتوقع ان انا اروح العب ركلات ترجيح طبعا. وبالتالي انا اشوف الخمسه او العشره او ال 11 واحد المميزين اللي بيلعبوا ضربات جزاء او ركلات ترجيح نعم. واشوفهم بيلعبوها ازاي واللي انا عرفته ان هم الشناوي درس الموضوع تماما وعرف هم بيعملوا ايه والحراس كلهم طبعا مش الشناوي طبعا الشناوي وعلي لطفي وشوبير وحمزه وكلهم اللي موجودين كلهم كانوا معاهم فيديوهات بيشوفوا اللاعبين الاربع حراس مرمى كانوا بيشوفوا لعيبه بالميراس بيشوتوا ازاي نعم فبالتالي انت ماشي في خطى او النادي الاهلي ماشي في خطى رائعه جدا ان انت ازاي بتدرس عشان اوصل للنتيجه ان انا اقدر اصد الكلام اللي انت قلته بقى نعم. كل المسرحيات والافلام نعم. والهيصه اللي اتعملت دي ولكن في الاخر انا عارف ان انت هتشوط يميني كحارس مرمى فانا هروح على يميني نعم. وهو ده الاهم وتأكيد على كابتن اسلام ان النادي الاهلي في اخر شهرين احرز بطولتين بركلات ترجيح بطوله الكاس قدام نادي طلع الجيش وطبعا الميداليه البرونزيه بنعتبرها طبعا اكيد بطوله قدام بالميراس البرازيل انا برضو عايز افهم الناس في النقطه دي حاجه ان هي انت بيبقوا مذاكرين ازاي يعني انا مثلا كنا بنعملها هنا في الاستوديو ان احنا كنا مثلا بتجيب المرمى اللعيب مثلا بتبقى انت حافظ الحارس متحفظ ان هو مثلا اللعيب ده بيشوط اكتر نسب. هي بتبقى نسب طبعا 75% من اللعيب ده بيشوط ناحيه شمال الجون بتبقى مش عاليه قوي فبيبقى هو متحفظ كده هي لو هو معتمد على كده ومذاكر كده فانا بطير على الزاويه دي هو ده بيبقى ده وتوفيق ربنا بقى وتوفيق ربنا في الاول وفي الاخر طبعا وفي بعض اللعيبه طبعا بتبقى انت مش مذاكرهم او انت مش عارف ليهم ركلات ترجيح لكن اللعيبه المشهوره اللي هي بتشوط على طول زي روني وزي اللعيبه اللي كانت بتسدد دي عشان كده اتصدت بمعنى اصح يعني بتبقى انت حافظ
صوروني بيعمل المسرحيات دي قبل كده. انا مش عارف بجد فعلا انا عايز ابقى اتفرج عليه. لعيب روني ده اللي هو لاعب بالميرس مش روني مانشستر يونايتد. اول ما رجع بطل. اول ما رجع المسافه دي قلت والله هيضيعها. اول ده رجع المسافه وبعدين خد خطوتين قدام وبعدين رجع ورا خطوتين ورا وبعدين قعد ينط النطه بتاعت قعدنا بس يلا. نيجي بعد كده طبعا واحد من النجوم المؤثره جدا 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 حمدي فتحي. حمدي فتحي هو العمود الفقري. انت قلت ارقام بدر بانون؟ لا بدر بانون ماشي الاول. ناخد بدر بانون. بدر بانون طبعا بدر بانون واحد برضو من ركائز دفاع النادي الاهلي واحد مكاسب النادي الاهلي في اكيد في البطوله كابتن اسلام. وكان جميل طبعا حواره امبارح مع حضرتك وشفنا برضو العقليه والشخصيه وما عندوش ادنى مشكله انه يقول. الحمد لله امبارح الحوار نمره واحد ترندنج في المغرب. نعم. ونمره ثلاثه هنا في مصر نظرا لظروف معينه يعني. ف لا انا ما بحبش اتكلم على انا بتكلم على فريقي ماليش دعوه بحد تاني. فالحقيقه كان حوار رائع جدا وناس كتيره جدا كانت مبسوطه من شخصيه ان هو شخصيه بدر ان هو شخصيه النادي الاهلي. نعم الحقيقه صح. يعني وكمان لما قال انا مش يعني مش بخفي مسؤوليتي عن الهدف الثاني لليفاندوفسكي فكانت حاجه طبعا مميزه جدا ان احنا نسمع الكلام ده وكمان درس للاعبين الصغيرين. لو انت حتى غلطت قول اعترف ايه المشكله وتعلم وجرب ثاني وثالث مفيش ادنى مشكله خالص. المهم ان انت تبقى دايما عارف فين مشكلتك وتشتغل عليها. بدر بانون لعب اكيد الثلاث ماتشات مع النادي الاهلي عمل خطا واحد بس في ثلاث ماتشات اكيد ده رقم مميز جدا جدا لمدافع اكيد بيتعرض ليه يعني خبرات كتيره ومواقف كتيره في المباراه الواحده. التمريرات الصحيحه من 159 تمريره عملها عمل 145 تمريره صحيحه في ثلاث مباريات قدام ثلاث فرق كبار اكيد رقم مميز جدا. بس هو كاستوبر ممكن نقول او يعني ناس تقول هو بيلعب بجنبه صح بس بيضغط عليه برضه. بس احنا جبناها لمحله امبارح وعلى المتوسطه والطويلة. صح فدقه التمرير عنده 91% طبعا رقم مميز جدا. التاكلينجز اللي عملها لاستخلاص الكوره عمل 6 تاكلينجز خد منهم 5 يعني 6 تدخلات على الارض. ده في واحده بس هو للاسف احنا طبعا معناش الحقوق في باير في دي كانت لا في بالميرس في بالميرس الاخيره اللي هي رفع الاخيره اللي هو رفع رجله دي هي يا تتحسب ضربه جزاء لو ما كانش رفع رجله هي تتحسب يعني يا اما اللاعب هيخش ياخد ضربه جزاء يا اما هتتلعب وتيجي في ايديه عالمية. حاجه من الاثنين لكن رفعه الرجل دي كانت رائعه جدا. استخلاص الكوره 25 مره وابرزهم اعتقد في وجهه نظري اللي خدها من جنابري قدام منطقه جزاء النادي الاهلي في ماتش بايرن لما ضغط عليه بشكل مميز جدا 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 وخد منه الكوره بدون ما يعمل فاول كانت حاجه مميزه جدا. الالتحامات الهوائيه 8 التحامات هوائيه عملهم بدر بانون في البطوله خد منهم 5 بنسبه طبعا تزيد عن ال 50%. التحامات الدفاعيه عمل 24 التحام دفاعي خد منهم 17 ارقام بصراحه فعلا بتبين لنا ان احنا قدام مدافع دولي محترم لاقصى درجه. تمام اللي بعده حمدي عندي بس تعليق برضو على بدر بالنسبه لحوار امبارح برضو شخصيته لما تابعت الحوار مع حضرتك امبارح شخصيه لاعب كويسه جدا شخصيه النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ان هو برده محترم وعنده انتماء للفريق اللي كان بيلعب فيه اللي هو نادي الرجاء طبعًا. يعني لعيب وصريح لعيب بصراحه محترم جدا ولعيب عنده شخصيه النادي الاهلي وفي ارقامه يعني ارقام بدر بانون ان هو اكتر لاعب قطع الكرات في النادي الاهلي اكتر لاعب قطع التمريرات اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه ما ارتكبش غير خطا واحد يعني هو يعتبر ارقام رائعه لبدر بانون وفعلا مكسب كبير جدا وصفقه من العيار التقيل للنادي الاهلي. اللعيب اللي بعد كده بقى حمدي فتحي. حمدي فتحي هو العمود الفقري للنادي الاهلي من وجهه نظري وواحد من اللعيبه اللي هي في الشهرين الاخر هو الجندي المجهول اللي مش كل الناس حاسه بدوره. لا حمدي فتحي بصراحه ملك الالتحامات. ارقامه في الالتحامات يا جماعه عاليه قوي قوي لو بصينا عليها. تعالوا نشوف الارقام مع بعض. اولا لعب 3 مشاركات ب 244 دقيقة. التمريرات 158 تمريرة منهم 144 صح بنسبة دقة 91%. عامل تمريرة بينية واحدة. استخلص الكورة 11 مرة. تمام؟ قطع التمريرات 11 مرة برضو. التاكلينج 5 صحيح من 14. تعال بقى نبص على الأرقام الممتازة بتاعته في الالتحامات. كسب كام التحام هوائي؟ 10 من 13. أوكي. أكتر لاعب فاز بالتحامات هوائية في النادي الأهلي هو حمدي فتحي. أكتر لاعب فاز بالتحامات دفاعية في النادي الأهلي هو حمدي فتحي. 20 التحام دفاعي صحيح من 34. أوكي. عشان كده بشوفه واحد من نجوم البطولة في حتة الارتكاز الدفاعي حمدي فتحي والجندي المجهول فعلا. طيب
اللي بعد كده ايمن اشرف طبعا واحد من نجوم نادي الاهلي في البطوله وشخصيه قياديه كان شفناها كويسه جدا 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 وجريء جدا في بدايه ماتش بايرن ميونخ. لحد ما كنا كلنا مستنيين اللاعب اللي عنده الجرأه دي، شفناها من ايمن اشرف، شفناها من طاهر محمد طاهر، فدي نقطه برضه اعتقد اكتسبناها في ايمن اشرف في البطوله. لعب 3 مباريات بالكامل، صنع فرص لزمايله فرصه واحده، ده رقم جيد بالنسبه لي. مساك تمريرات صحيحه، عمل 141 تمريره صحيحه من 169 تمريره هو عملها بنسبه دقه تمرير 83%، رقم مميز. استخلص الكره من الخصم 25 مره في 3 مباريات، اكيد رقم جيد جدا. قطع التمريرات 15 مره. في الالتحامات الدفاعيه عمل 30 التحام كابتن اسلام، وخد منهم 19، برده رقم جيد جدا فوق ال 50%. التحامات الهوائيه 12 التحام هوائي، تخيلوا ايمن اشرف اللي طوله 176 سنتي عمل 12 التحام هوائي، خد منهم 8، خد منهم 13 خد منهم 8. بسم الله ما شاء الله، وكله كان هو بيعوض موضوع ممكن مثلا كسر القامه بالجزء الجامب والجزء المعنوي، ان انا النهارده لازم المعلومات عندي تبقى عاليه عشان اقدر اعمل الجامب الكبير ده. المراوغات كمان ايمن اشرف عمره ما نسى ان هو كان باك ليفت، وعمل 5 مراوغات منهم 3 ناجحين، وده طبعا رقم مميز جدا 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 للاعب بيلعب في مركز المساك. مين تاني معانا يا احمد؟ تشكيلات. تشكيلات بقى على طول. نعم. طيب ماشي، خلينا نروح يا احمد الاول. ناخد احمد للتشكيل المثالي اللي هنتكلم فيه كتير، هنعمل فيه كلام مهم جدا جدا جدا، لانه في النهايه هي وجهه نظر احمد، انا ماليش دعوه. هي وجهه نظر الشخصيه. خلي بالكم يا جماعه، انا بس عايز اقول حاجه، اللي هيحصل دلوقتي ده انا ماليش دعوه بيه خالص. هقول لكم ليه؟ هقول لكم ليه، اتفضل. اولا التشكيل المثالي طبعا هو 4-4-2، طريقه اللعب اللي اخترتها في حراسه المرمى. طبعا انا من وجهه نظري محمد الشناوي، ناس كتير طبعا هتقول نوير، هي مش بقارن امكانيات. ايوه. مع طبعا كامكانيات انت نوير ممكن طبعا اكيد اعلى يعني كامكانيات، لكن انا بتكلم بالارقام. تاني قول النقطه دي تاني. كامكانيات اكيد اعلى كقدرات نوير طبعا احسن حارس في العالم طبعًا. لكن انا بتكلم كارقام وكاداء في البطوله. انا هنا بحلل بقالي اسبوعين المونديال، فبقيم بالارقام. يعني هو اللي تقصده برضو، عشان طبعا انا يعني كنت بهزر، اللي احنا ما أيوة كل ده انا ما عنديش مشكله فيه، لكن اللي انا اقصده هنا ان النوير ما كانتش بتجيله كرات كتير، وبالتالي اللي تعرض للاختبار اكتر هو الشناوي. ولسه مستعرضين ارقامه ان هو متصدي ال 15 تسديده من اصل 17. تمام. خرج باتنين كلين شيت، اكتر اتنين خرجوا بكلين شيت الشناوي ونوير، فالشناوي بيجيله اختبارات اكتر. وبعدين الشناوي اثر ان هو سر الوصول للنادي الاهلي طبعا مع الامكانيه مع الانجازات، بس هو كان له دور كبير في ركلات الترجيح طبعا، هو اللي رجح كفه النادي الاهلي، عشان كده مختار محمد الشناوي في حراسه المرمى. يعني انت برضو سبب اختيارك للتشكيل المثالي ده الاداء بتاع المجمل بالارقام. خليني اسالك بعدين. ان انت خدت الاجوال كلهم اللي موجودين، الست اجوال اللي لعبوا، ولقيت ان ارقام محمد الشناوي اعلى واحصائياته هي الاعلى. حلو جدا. كاداء وكمجمل. ايوه، عشان نبقى حاطين الاساس اللي نتكلم عليه. هقول لحضرتك ليه كل لاعب انا مختاره تحديدا في المكان ده. محمد الشناوي قلت لحضرتك اهو. ثاني لاعب الفونسو ديفيس طبعا، الباك الشمال بتاع البايرن، يمكن هو واحد من اللعيبه ان هو عنده ارقام مميزه جدا. اولا هو اكتر لاعب عمل تاكلنج صحيح في البطوله. اوكي. معدله 4.5 في الماتش الواحد، في الماتشين اللي لعبهم يعني عمل 4.5 هنا، ويعني 9، 4.5 هنا و4.5 هنا. تمام. تاني حاجه، تاني اكتر لاعب عامل معدل مراوغات ناجحه في البطوله 3.5، وكان ليه دور مهم جدا مع البايرن في الماتشين. تمام. ده بالنسبه لالفونسو ديفيز. نيجي للاثنين المساكين، ايمن اشرف وبدري بنون. ليه ايمن اشرف وبدري بنون؟ قوة النادي الاهلي في البطولة دي كانت في دفاعه وفي حارس مرماه. مظبوط. ايمن اشرف لما احتاجته كباك ليفت كان موجود، لما احتاجته كمساك كان موجود. ايمن اشرف استخلص الكورة زي ما الاكثر في استخلاص الكرات هو وبدري بنون بالتساوي 25 مرة، واحتاجناه في الباك ليفت كان موجود، احتاجناه فين؟ في المساك كان موجود، عشان كده بختار ايمن طيب اشرف. انت هنا معلش مرة تانية عشان برضو اللي بيتفرج يفهم. ايمن اشرف وبدري بنون اعلى ارقام من الاثنين الاستوبالين بتوع البايرن بالنسبه للكرات اللي راحت لهم. حلو جدا. اعلى ارقام، اعلى ارقام في معدل استخلاص الكرات وفي قطع التمريرات من بالنسبه كل للكرات اللي موجودين. تمام. ممكن مثلا في استوبارات عملوا تمرير طولي اكتر، لكن انا بتكلم كاستخلاص كرات، كتاكلينج، كتدخلات دفاعيه، الحاجات الدفاعيه اكتر. يعني اكتر. بدري بانون برضو طبعا احنا لسه متكلمين على ارقامه. بدري بانون يعني بصراحه مكسب كبير جدا، اكتر لاعب عامل تمريرات. طيب. اكتر لاعب استخلص كرات، اكتر لاعب قطع تمريرات،
اكتر لاعب عمل تمريرات صحيحه في فريق الاهلي. حلو جدا اللي هيجي دلوقتي يتكلم عن ايمن اشرف بدل ما هقول لك اوكي كلامك منطقي، ولكن من الجانب الاخر محمد هاني من ناحيه اليمين، محمد هاني ارقامه كل حاجه، ولكن في بافار في البايرن في بافارد بافارد البايرن هو اللي المنافسه كانت ما بينهم. بس انا هقول لحضرتك على المنافسه كانت ما بين محمد هاني وما بين بافار، لكن محمد هاني للامانه للامانه كان قبل البطوله ايه وبعد البطوله ايه؟ كان قبل البطوله انا دلوقتي بتكلم في نقطه تانية، ان لما حد هيجي يسالك هيقول لك هو محمد هاني بالنسبه طبعا للارقام هو الاكثر في التاكلينج الصحيح في النادي الاهلي والاكثر في ارسال العرضيات، وكمان كان مؤثر، هي برضو كنوع من الارقام ونوع برضو من التاثير. شوف كان قبل البطوله بعض الناس كانت مصدر قلق ليهم، دلوقتي بقى مصدر ثقه، تحول ليه كاري شفت كاري يعني شفت ليه كريم فهو كان مصدر قلق اصبح مصدر ثقه، تحول الى باك اليمين الاساسي للنادي الاهلي والظهير الايمن لمنتخب مصر. حلو جدا، بس برضو الناحيه الهجوميه كانت غايبه، كانت غايبه طبعا. طيب بافارد ممكن لو بافارد يبقى هنقول ان بافارد مثلا كان اكثر محمد هاني كان اكثر تاثيرا هجوميا طبعا، ما جاتش عليكم رد فعليه كتيره زي محمد هاني، وبالتالي ليه ما اخترتش بافارد؟ لا محمد هاني بصراحه يستحق كتاثير اداء. وجهه نظر. نيجي الاثنين بقى اللي في النص الارتكاز، انا شايف كيميتش وحمدي فتحي. كيميتش ليه ارقامه مميزه جدا، هو الاعلى في البطوله. في ايه بقى؟ كيميتش اكتر لاعب عمل تمريرات صحيحه كل 90 دقيقه في البطوله. عمل كام تمريره صح في البطوله؟ 92.5 في كل ماتش يلعبه. اوكي، ده بيعدي 90 تمريره، فما ينفعش ما نختاروش يعني. الحاجه الثانيه اكتر لاعب صنع فرص في البطوله كيميتش، تمام، عمل 5 فرص في الماتش الواحد، تمام، يعني الماتشين اللي لعبهم عمل 10 فرص. فكيميتش بصراحه ما ينفعش ما يكونش متواجد في التشكيله، وكان له دور كبير جدا في مباراه النادي الاهلي والمباراه اللي بعدها. حتى جاب هدف في مباراه النهائي واتلغى. تمام، نيجي لحمدي فتحي زي ما لسه كنت بتكلم عليه، العمود الفقري والركيزه، استعرضت ارقامه من شويه في الالتحامات الهوائيه وارقامه في الالتحامات الدفاعيه. نعم، يمكن هو عامل ارقام ممتازه جدا في الالتحامات الهوائيه والدفاعيه. طيب، عشان كده حطيته جنب كيميتش. طيب قبل ما تنتقل لحد تاني، ما هو هيقول لك برده ان حمدي فتحي لعب ماتشات اكتر، يعني لعب 3 ماتشات. واحد زي كيميتش لعب ماتشين. طبعا ماشي، ما هو كيميتش ليه ارقام ممتازه وحمدي فتحي ليه ارقام ممتازه. كيميتش ليه ارقام ممتازه في ايه؟ في التمريرات وصناعه الفرص، عشان كده حطه بوكس تو بوكس. حمدي فتحي حطه كدور دفاعي، ان هو بيرجع يغطي دور الليبرو. مسته في الالتحامات الدفاعيه والهوائيه ارقامه عاليه جدا، عشان كده حطيته. تمام، الاربعه اللي قدام بقى دول مختلفين تماما. اولا بيت جارميون، ده اللي هو لعيب اولسن هيونداي. ليه حطيته؟ لانه هو سجل هدف وصنع هدف، اوكي، مساهم في هدفين في البطوله، وكان ليه دور مهم جدا، رغم ان فريق اولسن هيونداي يعني كان السادس، الا ان هو مسجل، هو كان اهم لاعب في الفرقه. أوكي، في فريق اولسن هيونداي. نيجي لادميلسون جونيور، طبعا في الدحيل القطري، واحد من اللعيبه اللي ظهرت في البطوله بشكل كويس جدا، وكان ليه رقم مميز جدا، ان هو تاني اكتر لاعب في البطوله عامل معدل محاولات على المرمى. عامل كام؟ عامل 3 محاوله كل 90 دقيقه بيلعبها. أوكي، ده ادميلسون جونيور اللي هو لعيب الدحيل القطري، واحد من اللعيبه قدم مباراه كبيره جدا قدام النادي الاهلي، والمباراه الثانيه برضو قدم مباراه كويسه وسجل هدف. تمام، نيجي للاثنين اللي قدام دول، اعتقد ان مفيش حد هيختار التشكيل مش هيحطهم. جينياك هو هداف البطوله، مساهم مسجل 3 اهداف، وليفاندوفسكي مع البايرن مسجل هدفين وصانع هدف، يعني مساهم في 3 اهداف. فانا كده مختار الثلاثه اللي قدام، اللي هو ده مساهم، ليفاندوفسكي اكتر لعيبه مساهمه في اهداف، يعني سواء بالتسجيل او بالصناعه، ليفاندوفسكي مساهم في 3 اهداف، جينياك طبعا مهاجم تجرز المكسيكي مسجل، هو هداف البطوله مسجل 3 اهداف، وكان ليه دور مهم جدا في تجرز المكسيكي في الوصول للنهائي، هو تجرز مساهم في 3 اهداف، مساهم في 3 اهداف. بيت جارميون ثالث اكتر لاعب مساهم في اهداف، مساهم في هدفين. ادميلسون جونيور مسجل هدف، عشان كده اخترته، وثاني اكتر لاعب معدل محاولات. بالمناسبه اكتر لاعب معدل محاولات في البطوله كان جينياك. زي ما قلت لحضرتك كيميتش معاهم ان هو اكتر لاعب معدل تمريرات، واخترت الدفاع من النادي الاهلي مع الفونسو ديفيز. شكرين يا استاذ، تمام، شكرين جدا يا دكتور احمد. اتفضل اتفضل يا كريم، نعرف برضه التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم للأندية من وجهة نظر كريم سعيد. أنا بتناقش معاهم طبعا. هو طبعا أكيد إن احنا هنتفق على طريقة اللعب بسبب الثنائي الهجومي، فصعب جدا إن احنا نحط طريقة 4-3-3 أو 4-3-1. ليه؟ إن احنا محتاجين نحط ليفاندوفسكي وجينياك اللي هما الاتنين فعلا كانوا من أبرز نجوم البطولة. طيب حراسة المرمى أنا متفق مع أحمد، محمد الشناوي في وجهة نظري هو لو بناخد تشكيل الأفضل في البطولة هناخد محمد الشناوي. ليه؟ لأن هو كان الأكثر تعرضا للاختبارات،
فبالتالي برضه هقول لك نفس الكلام يمكن عشان لاعب ماتش زياده طبعا اكيد بس نوير. عدد الفرص اللي راحت لمحمد الشناوي وعدد الاختبارات اللي حط فيها اكتر بكتير من اتحط فيها نوير. ده احنا ما بنقارنش خالص ما بين محمد الشناوي ونوير تاني دي مفيش. تاني اهو احنا ما بنقارنش خالص ما بين محمد الشناوي ومانويل نوير خالص. لكن ما هي الا ارقام وهقول حاجه ثانيه بسيطه قوي وكانت لسه الناس عامله عليها جدل كبير جدا جدا جدا. الناس اللي بتحبه كره اليد في مونديال كره اليد الاخير كان في مصر التشكيل المثالي للبطوله اختير قبل المباراه النهائيه وحارس الدنمارك ما خدش افضل حارس في البطوله والناس بدات تزعق وازاي وحصل هجوم شديد جدا على اللجنه المنظمه اللي اختارت وبالتالي كانت هي فكره ان انا النهارده هختار قبل المباراه. كل بطوله وليها اسلوب ودي وجهه نظري. محمد الشناوي عمل بطوله جيده هو بالنسبه لي تمام. هو الحارس اللي هحط في التشكيله. هو ده تشكيلك بالظبط برضو؟ نعم ده تشكيلك بالظبط. لا ده التشكيل بتاعنا محمد هاني باك يمين طبعا في وجهه نظري محمد هاني ابرز باك يمين في البطوله تعرض لاختبارات كتيره جدا قصاد لعيبه كتيره لعبوا عليه يعني بافار ربما يكون مفيش يعني مفيش حد كتير راحوا على جبهته برضو لكن محمد هاني من الناحيه الهجوميه هتلاقي بافار كان مؤثر جدا مع طبعا لا اكيد محمد هاني لكن محمد هاني بشوف يعني ما ينفعش نعمل كده محمد هاني وبافار ده من الناحيه الدفاعيه ده ينفع يا ريت كان ينفع والله يا ريت والله كان ينفع ايه اختيارات في الاخر بالظبط في وجهه نظري الاثنين مساكين انا اخترتهم. انا فوجئت بصراحه بمستوى بواتينج لان بواتينج بتفرج عليه في المباريات الاخيره بصراحه في الدوري الالماني ده في البلاي ستيشن احنا بنعمل ايه؟ بنطلعه اول واحد بنطلعه. بواتينج بصراحه كان في مباراه النادي الاهلي كان مميز جدا 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 وعجبني اداؤه خصوصا في عمليه تحضير الهجمه والخروج بالكرة من نص ملعبه كان شيء مميز جدا فانا اخترته مع ايمن اشرف واحد من افضل اللعيبه المدافعين في البطوله من وجهه نظري. ايمن اشرف زي ما قلت مثلا الرقم اللي انا قلته بتاع الالتحامات الهوائيه من 12 خد 8 لعيب 176 سنتي يعرفنا ويورينا ازاي اللاعب ده كان روحه عاليه جدا جدا مع لعب شوط ونص نعم. سيرد باك وشوط ونص طبعا باك ليفت طب اكيد مش مختلف خالص ولكن برضه مش فارقه معاك لا خالص يظل الدور الدفاعي عنده اعلى من الدور الهجومي تمام. على الجبهه الشمال اخترت ديوناس باك شمال لنادي تجرز واحد عمل مباريات مميزه جدا 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 في البطوله وساهم ان فرقته توصل للفاينل قدام بايرن ميونخ. في وسط الملعب طبعا كيميتش اكيد هو اللاعب الاساسي اللي انا اخترته واحد طبعا من ابرز نجوم البطوله وشفنا اداء رائع بدني في مباراتين مباراه النادي الاهلي ومباراه تجرس في النهائي وكان عنده بصراحه يعني محاولات كتيره جدا جيده على مرمى المنافسين. خدت جنبيه كاريوكا لاعب تجرز كان مميز جدا في مباراه بالميراس في السيمي فاينل وعمل اداء اكثر من رائع وخروجه بالكوره سلس جدا 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 ولاعب تحب تتفرج عليه. على الجبهه اليسرى اخترت لويس كويدونيس لاعب برضه تجرز وخد هو افضل لاعب في مباراه اعتقد بالميراس كان لاعب مميز جدا 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 وعنده انطلاقات رائعه لداخل الملعب واللي اتفرج على المباراه دي كان لويس واحد من نجوم المباراه. على الناحيه اليمنى اخترت كينزلي كومان لاعب باير ميونخ ليه؟ لان كينزلي كومان شفته لعب في مركزين مختلفين مع باير ميونخ في المباراتين اللي لعبهم ويقدم شكل هجومي رائع تحطه رايت وينج حاضر تحطه بلاي ميكر في العمق حاضر بيعمل كل الادوار وطبعا اكيد في الخط الهجومي لا خلاف على ليفاندوفسكي وبيير جينياك. تمام اذا ده كان التشكيل المثالي من وجهه نظر كريم سعيد. اتفضل يا كريم برضه علشان نبتدي نتناقش. ست مراكز نعم متفقين مع بعض في ست مراكز ست لعيبه يعني ليفاندوفسكي وجينياك ادي اثنين وكيميتش ثلاثه محمد هاني وايمن اشرف والشناوي سته بالظبط ماشي يعني اذا ده التشكيل المثالي من وجهه نظر كريم ومن وجهه نظر طبعا احمد سيد. اخيرا بعد نهايه حلقه او بعد نهايه اسبوعين طوال جدا انا زي ما قلت في البدايه او في بدايه هذه الحلقه انا قلت دايما لكل بدايه نهايه. النهارده نهايه هذا البرنامج نهايه الارقام نهايه الاحصائيات وبالتالي انا بشكركم جدا 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 على المجهود اللي بذلتوه خلال اسبوعين تقريبا من عفوا من العمل المتواصل خلال انا عارف ان الارقام دي بتاخد وقت طويل جدا فانا بشكركم جدا جدا باسمي وباسم جمهور النادي الاهلي على
كل اللي عملتوه خلال الاسبوعين اللي فاتوا كريم. شكرا جزيلا كابتن اسلام، واتمنى ان احنا كنا ضيوف خفاف على جمهور قناه النادي الاهلي، والحمد لله ان نهايه البرنامج ده يعني الحمد لله نتكلل بفرحه جميله الحمد لله دايما هنفتكرها، حصول النادي الاهلي على الميداليه البرونزيه في مونديال الانديه المره الثانيه على في تاريخ النادي الاهلي. اتمنى يكون انا واحمد قدمنا شيء مفيد، شيء مختلف، حاجه مبسطه، تحليل من وجهه نظر اخرى ومختلفه، ونتمنى دايما 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 نلقاكم في انتصارات النادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا وعلى المجهود اللي بذل خلال هذه الفتره. طبعا بشكر حضرتك وبشكر كل الناس اللي بتبعت لنا على الاشادات. طبعا ده انا عايز اقول للناس ان ده روح التيم والعمل الجماعه في الفرقه. اولا معانا مذيع شاطر جدا، ثانيا معانا تيم كامل سواء كريم، طبعا يعني الروح واحده، كلنا كل الناس اللي ورا الكاميرات اللي تعبت في الاعداد في الاخراج في الانتاج في كل حاجه، بصراحه كلنا كنا بنشتغل كتيم واحد وكعمل واحد طبعا. كلنا يعني ايد واحده ونفس الروح الموجوده في النادي الاهلي دي ان شاء الله يعني تفضل مستمره باذن الله. انا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي في مناسبات اخرى ان شاء الله تبقى اكثر سعاده كمان من البرونزيه. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عندي النجمين الكبيرين الكابتن شريف عبد المنعم وكابتن عادل عبد الرحمن، هنتكلم معاهم في كل ما يخص بقى المونديال الانديه من وجهة نظر كابتن شريف. دايما الكابتن شريف له وجهة نظر مختلفة، وكابتن عادل أيضا له وجهة نظر مختلفة. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجمين الكبيرين شريف عبد المنعم وعادل عبد الرحمن.